يتكرر هذا المشهد يومياً، فمع كل إشراقة للشمس تذهب هذه السيارات لجلب الماء لهذه القرية التي تقع في مدينة عرفها العالم بسدها الشهير. قرية الصفحة تقع شمال شرق مديرية الجوبة، وتبعد عن الخط الإسفلتي الرئيسي حوالي 4 كيلومترات، وتربطها طرق رملية وعرة تسبب إشكاليات كثيرة للعابرين فيها من المواطنين. هذه الرحلة اليومية الشاقة هي لجلب الماء الذي يستخدم للأكل والغسيل وشؤون الاحتياج اليومي، وهو غير صالح للشرب. تعاني السيارة أيضاً من المرور يومياً على هذه الطريق الوعرة. وصلنا أخيراً لتبدأ رحلة التعبئة. نحن نعاني من معاناة كبيرة حتى أن يوصل الماء إلينا. نذهب بالسيارات، نحمل على مسافة 5 كيلو حتى نصل إلى البير، ومن ثم نعبيها، وبعدين نرجع إلى البيت ونفرق الماء. وبعض الأسواق تحصل إلينا مشاكل أن تقطع السيارة علينا ولا تخرب أو تبنشر من المسافة هذا والتعب. اللي ما عنده سيارة يأخذ سيارة الجيران، يعبيها بترول، يمشي بها، يبحث لها عن ماء. إذا ما استطاع أن يمشي سيارة هو ماشي معه، يذهب إلى المدينة مارب ويأخذ وايت ماء. تواجه السيارة صعوبات جديدة، فالماء المحمول لا يصل كاملاً نتيجة تدفقه بسبب الطريق. يد هؤلاء على قلوبهم أن يصل أكثر قدر ممكن. ليس من السهولة تكرار هذا العمل بشكل يومي، ولكنها الحاجة تستدعي ذلك. ها قد وصلنا لتبدأ مرحلة الإنزال التي قد تشارك فيها النساء. هذا المشروع منتظرينه من أيام قديمة،
ونعاني من الماء. ماشي ما هنا سيارة جابت ما وين ماشي 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 ما ولا نجدل نجيب ما نجدل. هذا الماء يتم استخدامه دون تبذير، فمشقة جلبه تجعل الأهالي حريصين على توفيره. كل هذا العناء اليومي لجلب ماء مالح، ولا بد أنه تبادر للذهن سؤال ما: كيف يصنع هؤلاء بالماء العذب والصالح للشرب؟ ما الشرب هو فيه آبار وفيه من عيون وكلها بعيدة عن القرية، ماشي قريب من القرية، بعيدة مسافة 30 كيلو 40 كيلو، ونمشي لها كل أسبوعين أو 3 أسابيع فوق السيارة، ومعانا الخط. مشكلة الخط هذا يعني فيه خط فيه وعر وفيه تغاريز هذه الرملة. قرر فريق برنامج حيث الإنسان مشاركتهم لهذه المرحلة القصيرة لجلب الماء العذب. يبعد الماء العذب عن القرية قرابة 40 كيلومتراً. لما نجي المشروع ده تكون مع تغريد نغرز، و الشباب يكونوا معي يساعدوني فيها، يعني ويدهفوا بالسيارة يدهفوا. ما إذا ما أرضي هذا كله ما بقلل الهواء، ومشكلة الهواء عندما نقلله يكون يعني بعد تعبية الخزان يكون الكفر ماشي. تستغرق المسافة 3 ساعات يومياً للوصول لجلب الماء، ويستغرق نصف الوقت هذا لتعبئة الخزان. أمام الكاميرا قد تبدو هذه المشاهد سهلة، ولكن أن يتم عيشها كطقس يومي وروتيني، هنا تكمن التفاصيل المرهقة. أن تظل عالقاً في رحلة يومية لجلب الماء في عصر التكنولوجيا، تبحث عن ماء يروي عطشك ويلبي أبسط احتياجاتك. أنا بالنسبة للماء والله الماء محتاجين للماء، يعني تعبنا الماء كثير من بير إلى بير ومن مشروع ما حصلنا شيء. في بعض الحالات البير عاطلة، وأحيانا يقول ما بش ديزل، وندور للماء دوره أتعبنا وبهذلنا من يوم ذو عرفنا أنفسنا وإحنا نتبع الماء. السيارات حقنا أدمرها الماء، أدمرها الذحل، واحنا نتبع الماء من مكان الى مكان، ولا قدرنا يعني ان نوفر الماء، والماء يعني هو حاجه ضروري ولا احد يعيش الا بالماء. طرحت فكره المشروع لاداره برنامج حيث الانسان، حيث تربط القريه بالخط العام لمشروع الماء الرئيسي بانبوب فرعي،
وتقوم بحفر خط سير الأنبوب من أجل حمايته من الشمس والرياح والسيول. الأهالي كل واحد بيقدم ما في استطاعته، الشباب بيحفروا الحفرية المخصصة للمشروع، وبيقوموا بعمل الدفن، وبيقدموا كل إنسان يعني بيقدم، لأن هذه حاجة ملح وحاجة ضرورية وحاجة لازم أن كل واحد يساهم فيها. تمت الموافقة على المشروع إذ إنه يعد من المشاريع المستدامة التي ستوفر أحد عناصر الحياة الأساسية لقرية يبلغ عدد سكانها 500 فرد، سيرفدهم هذا المشروع بالماء وبعض المنازل المجاورة. الجميل في الأمر أن الأهالي أرادوا المشاركة ووضع بصمتهم على مشروعهم، وكان عليهم مسؤولية الحفر حتى أنهم بدأوه فعلاً. يقترب المشروع من الاكتمال، وتقترب نظرات الأهالي من معانقة الحلم الذي انتظروه طويلاً، وها هم يرونه مشروعاً حقيقياً على أرض الواقع. المشروع عمل طيب وعمل يشكر عليه صراحة، ويعني الفرحة لا تطاق لدى الأهالي، يشهد الله أنهم فرحين جداً. يملأ الفرح المكان، لن يحتمل أعباءً مالية وجهداً بدنياً ومشقات يومية للحصول عليه، فقد صار الماء قريباً والابتسامة ممكنة.